وبينضم لنا عبر الهاتف زميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي اللي كان متواجد النهاردة أثناء التدريب الصباحي للنادي الأهلي على ملعب مختار التتش. مساء الخير عليك يا شريف، وعايز أعرف منك آخر أخبار الفريق، وطبعا عايز أعرف كل كواليس تدريب النهاردة. مساء الخير عليك شيما وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل بعد فوز الاهلي بالامس على فريق بتروجيت باربع اهداف مقابل لا شيء، بعد اداء رائع والاروع والاجمل، توج بفوز النادي الاهلي وتقديم الفارق او تاخير الفارق مع المنافس الى نقطه واحده. يمكن كان بدايه التمرين في الساعه 11 صباحا، يمكن عقد مستر بسارتي جلسه مع اللاعبين امتدت حوالي 3-4 دقائق، اتكلم فيها عن اغلاق الملف المحلي والتركيز فقط في الملف الافريقي، التركيز فقط في المباراه المقبله، تقديم عرض يليق باسم النادي الاهلي، الفوز ثم الفوز ثم الفوز خارج ارض النادي الاهلي. يمكن اللعيبه اللي شاركوا في مباراه امس كان عندهم النهارده تمرين خفيف جدا، وكان ريكفرنج بعد عشان بعد اداء المباراه طبعا بالامس مع امام فريق بتروجيت. يمكن باقي اللاعبين كان في اطالات ثم تدريبات بدنيه ثم تقسيمه كبيره، خرج طبعا على اثرها هشام محمد وصلاح محسن، تالق فيها معظم طبعا اللاعبين، الجلسات المستمره او جلسات مستر رشاد مستمره مع اللاعبين على انفراد. كريم نيفيت كان في جلسه زي ما قلت، جيلاردو كان في جلسه، رمضان صبح ايضا بعد انتهاء التمرين كان في جلسه طويله جدا مع مستر لاسارتي. عرفت من كواليس اني بيتكلم معاهم عن الفتره المقبله، عن دورهم الفترة المقبلة، على طالب منهم التركيز أكثر وأكثر وبيعول عليهم آمال كبيرة. يمكن مستر رشادي بيمتاز في من ساعة ما جه النادي الأهلي وبيعقد جلسات على طول مستمرة مع لاعبي الفريق على حدة، يمكن علشان يحفز كل لعيب على حدة، وبالفعل بتأتي ثمارها. يمكن شايفين شكل النادي الأهلي، أداء النادي الأهلي بيتطور في تحركات، في شغل كبير بين مستر رشادي على أداء شكل وشكل لاعبي النادي الأهلي. طبعا دي بتأتي ثمارها بعد الجلسات المنفردة. على الجانب الآخر تدريب الحراس، الكابتن طارق سليمان، كابتن علي لطفي النهارده ومصطفى شوبير النهارده تدريبه ولا اروع ولا اجمل. التأهيل مستمر على الجانب الاخر مع طارق عبد العزيز، يمكن عمرو جمال، يمكن احمد فتحي، يمكن حسام عاشور، السوليه، التأهيل مستمر. يمكن اختار 21 لاعب للسفر، هيكون التجمع في المطار الساعه 12 بالامس، يمكن الطياره هتكون الساعه 2:30. نتمنى باذن الله يكون الاهلي يوصل بسلامه ويرجع بالفوز. يمكن يختار 21 لاعب، محمد الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، احمد فتحي، ياسر ابراهيم، سعد سمير، رامي ربيعه، ايمن اشرف، معلول، محمود وحيد، سامو حارف، السوليه، هشام محمد، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، حسين الشحات، اجاي، ازارو، مروان محسن، حمودي، رمضان صبحي. يمكن النهارده في النادي الاهلي الكل سعيد باداء الاهلي بالامس، الكل سعيد بشكل النادي الاهلي بالامس، الكل بيقول خلاص بطوله الدوري قربت من النادي الاهلي، لسه بدري بس احنا بنعول باذن الله يكون النهارده موسم خير على النادي الاهلي، بطوله افريقيا وبطوله الدوري العام. شيما اتفضل. عايز اسالك على حمدي فتحي. حمدي فتحي يمكن عمل اشاعه طبعا، بس الكابتن عبد الحفيظ احنا بنحترم ان الكابتن عبد الحفيظ مدي تعليمات للجهاز الطبي ما يديش باي تصريحات خالص لاي حد خالص الا عن طريق الكابتن عبد الحفيظ. طبعا الكابتن عبد الحفيظ طبعا سافر امبارح، طبعا الجهاز الطبي رفض يتكلم، ونحترم وجهه نظر مدير الكوره. يمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ عامل تيست منظام لازم نحترمه كباقي الاعلاميين، علشان خاطر النظام الاهلي عامله ما بيبقاش في حد يعني فوق السيستم زي ما بيقولوا، كلنا بنحترم السيستم والنظام، فمستنيين تصريحات الكابتن عبد الحفيظ بخصوص اصابه حمدي. نتمنى ان شاء الله تكون الاصابه دي بسيطه. وبشكرك جدا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي.